بالبطولة وسط الجماهير التونسية. معنا من تونس مسهرينه كابتن محمد مصلحي. صباح الفل عليك يا ابو الكباتن. صباح الفل يا كابتن احمد، ربنا يخليك. الف الف مليون مبروك، مهمة صعبة انجزتها بنجاح شديد جدا وسط جماهير متحمسة، لكن واضح انه مصلحي وجهازه تعاملوا مع البطولة دي بشكل نفسي وبدني وفني بشكل تاني خالص يا كابتن محمد. صعبة للغاية والله يا كابتن، صعبة جدا جدا لعدة اسباب يعني. طبعا اولها ان احنا في اخفاق محلي، كان في اخفاق محلي قبل ما نيجي على طول، والبطولة كانت بتتلعب في تونس. نعم. وفرقة الترجي فيها حوالي 9 لعيبة دولية. 9 لعيبة يا كابتن؟ 9 لعيبة دولية. انت عارف ان تونس متفوقة على مصر حاليا، فكان ده كل دي اعباء علينا. تونس ابطال افريقيا في المنتخبات مش كده؟ ثلاث مرات ورا بعض. نعم. مرات ورا بعض. تونس بطلة افريقيا. نعم. واخرهم كانت كمان في التصفيات اولمبياد طوكيو، كان كسبونا في مصر 3-0. كل دي كانت اعباء على الفرقه. صحيح. وعليا. نعم. غير كده كمان بنلعب في تونس ووسط جمهورهم، شفت الجمهور قد ايه كان كبير ومتحمس. طبعا محترمه جدا، وجمهور محترم وفريق محترم ومدرب محترم جداً. طبعا حقيقه يعني بصراحه كانوا بيشجعوا فرقتهم لغايه اخر لحظه، ما تعرضوش لينا باي حاجه. فرقه محترمه. نعم. يعني جمهور كان محترم جدا. نعم. من الناحيه النفسيه اللي تعاملنا معاها احنا بعد، يعني انا بحب اشكر الكابتن محمود الخطيب جدا، هو بعد خسارتنا للكاس اجتمع مع الفرقه تاني يوم وقال لهم، قال لنا كده باللفظ، ارفع راسك فوق. انت بقالك اكتر من 20 سنه متسيد اللعبه، واحنا بقالنا 4 سنين تقريبا ما خسرناش ولا بطوله. نعم. فلما تيجي سنه ولا حاجه يبقى في اخفاق، لازم ترفع راسك لفوق، انت دايما فوق. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه، جينا قبل البطوله باربع ايام عملنا معسكر، والفرقه كانت كامل تركيزها. الحمد لله. كان في طبعا قبل ما انسى، كان الترجي كان عاوز، كان في اقاويل ان هو هينسحب من البطوله. طبعا الكلام ده كان طبعا يعني احنا ما خدناش بيه خالص، لان هو بطل البطوله اللي فاتت وكتاب في تونس، لا يمكن كان ينسحب. نعم. الحمد لله، يعني اللعيبه عملت اللي عليها وزياده. النهارده بالذات الفرقه نفذت كل التعليمات اللي قلنا عليها تقريبا، وقدرنا نحسم الحمد لله بطولة، ربنا عوضنا خير الحمد لله. حطيت ايدك على قلبك بعد الشوط الثالث؟ جدا جدا. طبعا طبعا طبعا. ايوه. خصوصا احنا كنا ليدنج عليهم، لكن خبره اللعيبه بصراحه في الشوط الرابع سيطرنا عليه من اوله لاخره الحمد لله. بس في الماتش ده بالتحديد كل نقطه كنت بتاخدوها كنت بحس انه كما لو كانت هي نقطه النهايه، كنت شايف الروح عند اللعيبه مش عاليه، تقريبا شبه في السماء يا كابتن محمد. روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي هي اللي بتحسم الحاجات دي في النهائيات بالذات. نعم. وبقول لك زي ما قلت لحضرتك ان هي كانت بعد اخفاق محلي، فكانت اللعيبه حاسه بالمسؤوليه التامه لاتجاه جمهورها وتجاه ادارتها، ان احنا لازم نعوض الجمهور ده والاداره ببطوله غاليه زي بطوله افريقيا. وعايز اقول لك حضرتك ان دي ال 15 بطوله. نعم. 15 طبعا. ال 15 وغير 6 ابطال جايبه، 21 بطوله قاريه بنتسيد العالم في فيها، يعني احنا اكتر ريكورد يعني في رقم عالمي محققين بطولات قاريه الحمد لله. الشوط الرابع كلمه سر كانت حاطط الصد ولا انا مش واخد بالي؟ لا واخد بالك. تمام. صح بالظبط كده، حاطط الصد والديفنس والحمد لله يعني. يعني بالذات عبد الله خد 3 بلوكات ورا بعض كده، كانت يعني حسمونا الشوط. اقف شويه عند احمد صلاح، 38 سنه، احسن لعيب في البطوله ما شاء الله، اول بطوله 2003 و2022 بيكملها. احمد صلاح مكمل يا كابتن، وشايف انه ما شاء الله السن ملوش علاقه خالص باللي بيحصل في الملعب؟ احمد صلاح كانت اول بطوله لي 2004 كانت في تيزيسان في الجزائر. كنت انا بلعب، كان هو بيلعب معايا. خد احسن لعيب. النهارده سنه 38 سنه بياخد احسن لعيب ما شاء الله. النادي الاهلي ما استناش وجدد للعيبه الكبار دول. لعيب يستاهل كل خير. لعيب مجتهد جدا. مش هو بس، هو كل زمايله يعني بصراحه. الكبار، لعيبه الكبار سواء عبد الله، حسام، عود، معوض، عبو، عبد العال، الناس دي فعلا ناس مخضرمه وناس كبيره يعني لا غنى عنها دلوقتي، بيدوا بيعطوا كبيره في المقام وبيدوا بيعلموا الولاد الصغيرين اللي معاهم الشباب يعني. فاحمد بصراحه عمل
بطوله هايله، وعايز اقول لك عمل موسم والله هايل. اه طبعا قدر الله ما شاء فعل يعني. لا الزمالك الحقيقه الزمالك ادى بشكل رائع في نهائي الكاس ونهائي الفولي واستحق في نهائي الكاس ونهائي الدوري، وبالتالي ودي المنافسه الجميله اللي بين الاهلي والزمالك. وفاجئ الزمالك فاجئك بثلاثه لعيبه رضا هيكل واثنين لعيبه المحترفين. صحيح انت حاولت في الكاس تستعين بموريسيو لكن يمكن كانت لياقته ما كانتش تسعفه قوي، فبالتالي ده التنافس الجميل اللي في النهايه بيعلي من مستوى الكره الطايره في مصر يا كابتن ميدو. والله هو الزمالك يعني فعلا زي ما تقول كده يعني هو كان موفق في الاثنين محترفين. ده صحيح. فسخ عقده في اسبانيا كوبي، والبرازيلي كان البلاي اوف بتاعه انتهى في ايطاليا تعاقد معاه، غير ان رضا خلص برضو البلاي اوف بتاعه في بلغاريا. نعم. رجعه تاني. كل دي كانت طبعا قلبت فرقه الزمالك. احنا كنا كسبناهم قبل ما يجوا 3-0 وكان تقريبا شبه الدوري ده محسوم، لولا فعلا هم اتغيروا. نعم. عنده بنش كمان بره كويس. كانت بقى لنا كتير جدا الماتشات ما كانتش بالقوه دي. صحيح. السنه دي السنه دي كانت الماتشات كلها 3-2 تقريبا. نعم. احنا يعني احنا كسبنا 3-0 مره وهم كسبوا 3-0، لكن الماتشات الدوري اتحسن بعد مباراه فاصله يعني 17-15 المباراه الاخيره. نعم. الحمد لله يعني. الحمد لله برضه احنا برضه برجع اقول بطوله افريقيا دي ربنا عوضنا خير بيها قوي يعني. الحمد لله. اللائحه الجديده بتاعت الاتحاد الكره الطائره شايف انها مناسبه؟ ما قريتهاش والله يا كابتن احمد يعني. نزلت النهارده. ما قريتهاش. لكن في شويه حاجات كده انا طبعا الناس على السوشيال ميديا خصوصا اللعيبه الكبار بيقولوا ان اللي هم اتنين بس فوق ال 35 سنه. نعم. طبعا هندرس اللائحه كويس عشان خاطر نعرف يعني ان شاء الله الموسم الجاي نبقى فين يعني ان شاء الله. كابتن محمد مصلح الشهيربي ميدو المدير الفني للنادي الاهلي للكره الطائره، الف مليون مبروك التتويج ببطوله افريقيا للكره الطائره. يوم اهلاوي يوم احمر سعيد جدا لكل الاهلاوي وكل المصريين بالنسبه للفولي، لان بطوله افريقيا بتسعد كل المصريين، والاهلي يتفوق يتالق للمره 15 بيتوج بطلا لافريقيا للكره الطائره. بدا من 1980 1983 2003 2011 2018 2019 دول كلهم كانوا في مصر، 2010 و15 و17 و22 دول كانوا في تونس، 95 و96 ودول كانوا في 95 في كينيا، 96 كانت في كوت ديفوار، 97 كانت في السنغال، 2004 كانت في الجزائر، 2006 كانت في جنوب افريقيا. اعتقد يعني امر رائع، الفارق شاسع ما بينه وبين الفريق الصفاقسي اللي هو الاقرب اللي حصل على 6 بطولات. مبروك للنادي الاهلي، وفي انتظار ان شاء الله بطل مصري لافريقيا الكرة اليد في النهائي اللي هيجمع ما بين الاهلي والزمالك باذن الله.